مشاهدينا حياكم الله في برنامج هواية ورياضة اللي دائما يسلط الضوء على الطاقات الشبابية، واليوم عندنا أبطال مميزين في لعبة الاسكواش. طبعا راح نستضيفهم وناخذ المعلومات المكثفة عن هذه الهواية ونرجع لكم إن شاء الله بأجمل التفاصيل عنهم. مشاهدينا طبعا رجعنا لكم، اليوم عندنا ضيوف مميزين. ضيفنا اليوم متميز وبطل ايضا، نرحب فيه بالبدايه سعد محمد، حياك الله. الله يحييك. بالبدايه خلينا نتعرف على اللعبه اللي انت تمارسها، كلمنا عنها اكثر في بداياتك. والله لعبه حلوه، لعبه سكواش، يعني لعبه فرديه وحلوه ويعني فيها جماهير ولاعبين وابطال. من الالعاب اللي انت تميزت فيها حبيتها نقدر نقول؟ اي اخترتها هي طبعا من وانا صغير، يعني من وانا صغير تقريبا صار لي 10 سنين، ويعني الحمد لله يعني جبت مراكز. يعني كررت بهالمراكز؟ اي كررت بهالمراكز، ويعني تونا خاصين ببطولة خليج واقنع المركز الاول. حلو. والحين ان شاء الله دوري ان شاء الله باذن الله. نبي نعرف ايش معنى اخترت هاللعبه، يعني ما شاء الله بالكويت في وايد هوايات وايد رياضات، ليش هاللعبه بالذات اللي اخترتها؟ هوايات ان انا من كنت صغير يعني دشيت يعني من طرف الوالد ابوي دخلني هاللعبه وحبيتها، يعني تقريبا من زمان يعني قاعد العب هاللعبه وحبيتها. يعني نقدر نقول حق الجماهير ان انت حبيت هاللعبه وركزت فيها لانك من يوم وانت صغير بديت فيها لين كبرت فتعلقت فيها. ما تفكر ان تدش مثلا رياضه ثانيه، هوايه ثانيه؟ لا لا لا. إذن ما عندك رياضات اخرى تمارسها غير هالرياضه؟ الجري. الجري؟ اي دشيت جري. حلو. دشيت بطوله مدارس ودشيت تقريبا يعني كذا بطوله وطلعت، بعدين دشيت سباحه. ما شاء الله. بس كل هذه بطوله مدارس، بس نوادي كلها سكواش. اها سكواش. طبعا انت عندك ممارسات كثيره من الهوايات الرياضيه وكنت تتغلب فيها نقدر نقول بالارقام، كنت تجيب ارقام بطولات وكذي، بس هذه اللعبه بالذات اللي انت ركزت عليها تشوف نفسك فيها اكثر. انزين خلينا نتعرف اكثر، دائما يقولون ان الواحد لما يكمل الرياضه اللي هو حاببها، مثلا الحين حاب رياضه شنو؟ سكواش صح؟ سكواش. لازم ان انت تكمل فيها تمارس فيها رياضه بعد، ان مثلا تروح النادي تلعب رياضه، او لازم قبلها انت تحرر فيها جسمك؟ هل هذه من الاساسيات عشان تكمل من باجي لعبه رياضه سكواش؟ لا يعني قبل انا العب تسخين، بعدين اروح الجيم شوي، بعدين نلعب. عشان هالشيء يعطيك دافع ان انت تقدر تلعب بارتكاز اكثر، عشان يعني باور وتركيز وكل شيء. حلو. انزين كلمنا عن التفاصيل من ناحيه الاصابات، هذه هي سكواش صح؟ ايه. الحين قاعدين نشوف متابعينا هذا هو السكواش اللي موجود قدامنا، بس سعد يعني ما ادري، انا قاعد اشوف الطريقه اللي قاعد يلعبونها والتكنيك ما فيها اصابات؟ فيها اصابات. يعني صارت معك مره من المرات ان حاشتك اصابه؟ حاجتني اصابه بالانكل هنا برجلي اليمين. اوكي. وكان فيها الم قوي ولا عادي؟ يعني شيء ما يعني الم بسيط، يعني الم بسيط، يعني ما فيها اصابات قويه انا مثلا بالراس او بالعين او شيء؟ فيها فيها فيها. هذا لازم يكون فيها تركيز بعد من ناحيه اللعبه تركز فيها. شنو ادوات السيفتي؟ مثلا السيفتي بمعنى انك تحمي نفسك لما تلعب. احمي نفسي يعني اوخر عن اللاعب، انه اذا وقف صوب اللاعب راح اتعور. اوكي. والكره شلون تتحاشاها؟ الكره بعيد عن اللاعب. بعيد عن اللاعب عشان انت تتحاشى الاصابات. ايه. عشان اقدر اركز زياده ولا اتعور اذا رحت صوب اللاعب. حلو. طبعا انت قبل عندك بطولات سابقه في هذه اللعبه صح؟ اي بطولات قبل تقريبا 3 شهور رحنا بطوله عرب مصر، بس للاسف ما جبنا مراكز. لأن كنا وقفنا سنتين عشان كورونا. أيه. يعني تونا رادين تقريبا صار لنا 3 شهور، بعدين ردينا، يعني بعدين سافرنا رحنا يعني معسكر مصر، وللاسف ما حققنا مراكز. ايش كذا قعدتوا مصر كدوره يعني مخصصه في هذه اللعبه؟
تقريبا قعدني يمكن 10 ايام كذي. 10 ايام وهل لقيت ان انت استفدت مثلا خبره امكانيه في اللعب اكثر؟ شويه خبره يعني من اللاعبين. حلو، خلينا نتعرف ان شاء الله بالايام القادمه شنو البطولات القادمه اللي راح تقدمونها باذن الله؟ وين راح تكونون؟ هل في معسكرات؟ ان شاء الله معسكرات بعد فتره المدارس ان شاء الله. في بطوله تقريبا بطوله عالم كنا بالتشيك ان شاء الله اذا خلصنا، ومن شهر واحد يعني السنه الجايه كلها يعني معسكرات وبطولات برا يعني. حلو، شيء جميل لما نعرف ان في بطولات قادمه راح تمارسونها وتدخلونها، وان شاء الله نتمنى ان تجيب الميداليات العاليه والبطولات اللي تكون فيها مركز اول. هذا هو الكويتي، ما نبي الا المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نورتنا اليوم ويعطيك العافيه سعد محمد، استمتعنا معاك ونتمنى لك التوفيق. حياك الله. مشاهدينا طبعا اكيد استمتعنا اليوم مع ضيفنا سعد محمد، عندنا ضيوف ثانيين خلينا نشوفهم. رجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا مع ضيفنا واللاعب المتميز والبطل أيضا عبد الرحمن المغربي، حياك الله بالبداية. الله يحييك ومشكورين على الاستضافة اليوم. طبعا نبي نعرف تفاصيل عبد الرحمن، بدايتك في هذه اللعبة، إيش معنى اخترت لعبة الاسكواش وكلمنا عن بدايتك فيها؟ والله أنا دخلت الاسكواش وأنا عمري 5 سنين. ما شاء الله. من وأنا صغير يعني ألعب سكواش، بس أنا دخلتها لأن أخوي كان متميز فيها وكان بطل يعني. أخوي بدل المغربي طبعاً كان بطل وأنا لحقته باللعبة. فكملت باللعبة. فكملت الحين والحمد لله يعني ماشية معاي زين وقاعد ألعب زين يعني. وليش اخترت هاللعبة مع إن في ما شاء الله فئات وايد من الرياضات والهوايات الكثيرة يعني نشوفها بحياتنا الحين من تطور لتطور، فش معنى هذه اللي ركز عليها؟ إيه صح يعني أي واحد يعني مثلاً راح يدخل سكواش هم لو مع أخوه قصباً عنه يدخل. لا بعدين بشوف كرة قدم يمكن يطلع يشوفها راح يستانس معاها وكذي، بس لا أنا همن وأنا عمري 7 سنين 6 سنين لا أنا حبيت السكواش من وأنا صغير ومكمل الحين فوق 7 سنين وأنا مكمل. ركزت فيها فشفت إن هي خلاص كل حياتك ما تقدر تلجأ حق لعبة ثانية. نبي نتعرف أكثر من ناحية عبد الرحمن بطولاتك، يعني أكيد كانت لك بطولات سابقة وبطولات قادمة إن شاء الله، كلمنا عن البطولات السابقة. والله شاركت أنا ببطولات يعني بس ان كدوليه ما شاركت وايد، بس تونا مخلصين ما صار لنا شهر بطوله خليج الحمد لله حققنا فيها انجازات. لعبت انا فئتين، لعبت تحت 17 سنه ولعبت تحت 19 سنه. حققت 17 سنه الفردي حققت المركز الثاني بعد ما فاز علي زميلي بالمنتخب عبد الرحمن هاشم بالنهائي وهو خذ المركز الاول، وبالفرق تحت 17 حققنا المركز الثاني على الخليج، وتحت 19 سنه بعد لعبت فرق
وحققت المركز الاول على الخليج. هذا بالنسبه حق البطولات السابقه. بطوله الخليج هذه. حلو، البطولات القادمه كلمنا عنها، نبي نعرف تفاصيل اكثر. ان شاء الله الحين شو اسمه بدايه السنه القادمه راح نشارك ببطولات وايد، وان شاء الله نرفع علم الكويت فوق يا رب. ان شاء الله باذن الله. يعني انا اللي اعرف ان انتم لكم بطوله بعد بمصر. اي شاركتنا ببطوله مصر بس كانت تحضيريه حق بطوله الخليج. يعني بطوله الخليج اي. اها، في معسكرات مخصصه تتمرنون فيها مثلا، تروحون اماكن مخصصه بالكويت تصير فيها معسكرات خاصه او خارج الكويت؟ طبعا تصير معسكرات داخليه وخارجيه. احنا تو مخلصين معسكر داخلي، وكنا كل صيف نسوي معسكر خارجي مع منتخب الكويت يمكن فوق الاسبوعين، بس الحين وقفنا عشان سنه ونص كورونا وكذي. صح، بس كنا من زمان كل سنه نروح معسكرات وكذي، وان شاء الله راح نستمر معسكرات. اكيد طبعا لما ردت الاوضاع للافضل لله الحمد اكيد راح تكون في معسكرات وهوايات مستمره دائما، لكن بنعرف وضع كورونا شنو 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 صارت الاحداث، شنو صار؟ هل وقفت الرياضه او مارستها مثلا في البيت او شنو بالضبط؟ والله انا عن نفسي طبعا مثل ما تدرين يعني بدايه كورونا كلنا قعدنا بالبيت. صح، وهذه كانت أزمة، بس أنا الحمد لله يعني عن نفسي كنت أتمرن كل يوم بالبيت. كنت أتمرن مع أخوي مرات، كنت أتمرن مع الكابتن أحمد السيد فتنس، كان يفتح لايف ونتدرب معاه، وكنا شو اسمه نتدرب بعز كورونا بعد كنا نتدرب. والحمد لله يعني يوم ردينا من كورونا ودخلنا الملعب حسينا إنه ما فرق وايد، لان كنا مستمرين بالتدريب. شيء حلو لما الواحد يستمر بهوايته او اللعبه اللي هو يحبها رغم الظروف اللي تواجهها. يعني نبي نعرف من ناحيه تفاصيل الدراسه، يعني انت ما شاء الله اكيد اذا مو بالثانوي نقدر نقول جامعي. لا انا بعاشر. بعاشر ما شاء الله، عمري 15 ما شاء الله، هو بعاشر متابعينا، لكن انا اكيد المشاهدين يبي يعرف يعني شلون تنسق التنسيق من ناحيه مثلا المدرسه، مثلا من ناحيه اللعب بالسكواش لما نتحضر، شلون التنسيق يصير خصوصا صار في صعوبه الحين من ناحيه الاونلاين؟ والله الحين تو بدينا، ما صار لنا شهر بدينا الموسم الدراسي يعني، والحمد لله قاعد اوافق بين الدراسه وبين اللعبه اللي احبها. ان كنت الحين قاعد اروح المدرسه، خصوصا الحين في يوم ترك ويوم حضوري. صح، الف باء. الف باء، انا الحين باء، فلما يدومون الف اريح. ولما اريح بهاليوم ادرس اللي درسته اليوم اللي قبله. أيه. فما قاعد يطوفني شيء، هم لو شو اسمه اريح مرات واخذ لي راحه انام وكذي على راحتي، هم ما يطوفني شيء، ان عندي وقت طويل ادرس فيه. حلو، شيء جميل. طبعا عبد الرحمن، انا سمعت ان دائما بالسكواش تكون في مثلا مضارب متنوعه، المضرب اللي تمسكونه صح؟ اي هذا المضرب كل واحد وعلى اللي يمشي معاه. يعني يمكن تلاقين بطل يلعب بمضرب انت ما تقدرين تلعبين فيه، لان المضرب ما راح يخليك قويه. المضرب على حسب ايدك انت، راح تتعودين عليه راح تلعبين فيه. في مضارب وايد يعني بالسكواش، لكن في مضارب خاصه مثلا حق لاعب الفلاني، البطل الفلاني، يجي لك واحد من اللي هاويين هذه اللعبه في الرياضه يقولون احنا نبي نفس مضربه، فهالشيء حقيقه انه مثلا يكون باسم البطل الفلاني؟ هو يمكن صح هي على اساس انه بياخذ نفس البطل، بس ما تفرق وايد والله، لان في مضارب وايد سكواش وايد زينه. وفي احجام صح، في كبار وصغار. اي حق الصغار في مالهم الصغار، وحق الكبار في نوع من المضارب، في نوع في نوع المثلثي وفي نوع الدائري. وش الفرق بين الدائري والمثلثي؟ هو ماكو فرق، هو مضرب راح تلعبين فيه. الديزاين يعني نقدر نقول. مو بس هو يفرق بالطقه وكذي، قاعد اقول لك اللي تعودين عليه، يعني انا العب مثلث، رفيدي يلعب دائري. على حسب على حسب شنو التعب. اي زين، ما حصلت مثلا اصابات من ناحيه الايد، تعب الايد مع الممارسه؟ ما شاء الله انت من عمرك 6 سنين، ما ادري 5 سنين قاعد تقول. كلمنا عن الممارسه الرياضيه في السكواش، خصوصا ان انت اكثر شيء كل حملك على الايد وانت تطق. يعني هو اكيد راح يكون في اجهاد وتعب، بس اذا انت عدلت نومتك وحرصت على التمرين، تاكل صح،
راح تتحاشى هالاصابات يعني، ويفرق وايد بالاكل والنوم يعني. حلو، من ناحيه الشوزات، هل في شوزات معينه الواحد انه يستمر فيها يلبسها مخصصه حق سكواش؟ لان انا الحين بدش داخل ما البس هالشوز، لازم يكون في شوز ثاني. اي هو دوتي السكواش داخل اول ما تدخلين الباب لازم دوتي صارات اللي يلعبونها بكره اليد وكره الطائره، دوتي صارات تدخلين في ملعب سكواش تلعبين فيه. اي وبس يعني شو اسمه يكون يمكن من تحت سلم يعني، لما تدخلين تسوين كذي راح يفرق يعني داخل شو اسمه كاحساس يفرق انه إيه الشوز العادي. ومن ناحيه اللبس؟ من ناحيه اللبس لا عادي، جوتي عادي عادي. اي بس يفرق وايد اذا لعبتي بجوتي رياض او جوتي صالات. واللبس؟ اللبس شلون يعني يكون؟ هل لبس عادي ولا لبس مخصص حق السكواش؟ هو لبس رياضه عادي بس وقت المباريات يعني انا العب مع الملعب مع النادي بدوري او بطوله العب شعار النادي، لما العب مع المنتخب العب شعار المنتخب بس هذا. مرات كنت اشوف في لاعبين يلبسون نظارات اعتقد تسكر العيون، هل هذا هو مثلا حق النظاره؟ ما ادري شلون صايره نظاره سكواش. هذه من تحت 19 سنه لكل المراحل السنيه كلهم ما يدخلون الا بالمباريات، مو بالتدريب، تدريب عادي بس بالمباريات من تحت 19 سنه لكل المراحل السنيه لازم تلبس نظارات. ليش يعني شنو الشروط؟ هو حمايه يعني عشان يمكن تحوش عيونك او تتضرر ان هذا اذا فقدت عيونك هذا يعني في امكانيه ان الواحد تحوش عينه هالكره يعني. في امكانيه بس نظائيه جدا بس حمايه حق وما تاذي ترى باللعب. بالعكس يعني انا عن نفسي لما البس نظاره ارتاح بس ان سن العمومي لا يلبس بدون نظاره. كيف يبي يلبس نظاره يلبس، ما يبي يلبس لا يلبس. كلمني عبد الرحمن شلون تركز بالكره لما تروح الاتجاهات، شلون تلقطها لان فيها سرعه تروح ورده يعني؟ هو اكيد يعني لما تتدربين ومع التدريب راح تكونين سريعه بسريعه البديهه يعني تطقي على طول تروحين سريعه بالحركه وكذي. هذا اللي يفرق يعني شو اسمه لاعب سكواش، لاعب سكواش لازم يكون سريع. واكيد قاعد تلعب رياضه علشان تقدر ان تكمل في رياضه سكواش. اكيد اكيد عندنا مدربين فتنس يدربونا يعني. حلو يعني تلعبون انتوا الفتنس وبعدها على طول؟ لازم الفتنس شيء اساسي حتى بالسكواش. الاكل والاكل والنوم بعد. صح. انزين انا سمعت عن تفاصيل مصغره ان عن اخوك ما شاء الله هو بطل هم بلعبه إيه؟ سكواش. اخوي بطل الحين، هو سافر قاعد يدرس ببريطانيا بس هو قبل ما يسافر كان بطل الكويت تحت 19 سنه ما شاء الله. والله يوفقه يا رب. الله يوفقه. وانت اخذت هالشيء منه هو ولا هو هذا الشيء مغروس فيكم انه هوايه في رياضه سكواش؟ لا انا هذا الشيء ما اخذه منه يعني. اي اوكي. والحمد لله يعني استمريت فيه وقاعد احقق النجاحات يعني. ان شاء الله. طموحك القادم شنو؟ ان شاء الله طموحي ان ارفع علم ديرتي فوق. ان شاء الله نقدر نقول هذا هو الكويتي دائما، هم سباقين يرفعون علم الكويت، مو شيء غريب عليكم. اكيد اكيد. شباب الكويت حتى بنات الكويت ما شاء الله قاعد نشوف في اقبال كبير يعني، عندنا حتى بنات قاعد يلعبون لعبه سكواش وعندنا بطلات صح صح كثر، وهم شباب الكويت ما شاء الله قاعد يبرزون اعلام كثيره من العلم الكويت في كل الدول للامانه. وان شاء الله نتمنى لك انت التوفيق. لكن نوه البطوله القادمه وين راح تكون ان شاء الله؟ ان شاء الله البطوله القادمه اتوقع راح تكون بمصر بس للحين يعني ما عندنا يعني علم، بس الحين مستمرين دوري داخلي وبطولات داخليه. ان شاء الله. الله يوفقك. واذا حاب توجه كلمه اخيره حق المتابعين. والله اوجه كلمه حق كل اللي ساندني، مدربيني وعائلتي طبعا، واشكرهم على وقفتهم معي يعني. واحنا نشكرك اكيد عشان انت وايد متفائل، وان شاء الله هالتفاؤل انه تكون جايب دائما ان شاء الله. نقدر نقول الميداليه الذهبيه او المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله مشكور على الاستضافه. تسلم. الله يوفقك عبد الرحمن بطلنا المبدع. مشاهدينا اكيد استمتعنا، لكن ما زلنا عندنا ضيف. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى. طبعا عندنا اليوم لاعب وضيف متميز يعني الله يحفظه، ما شاء الله عنده انطلاقة كبيرة رغم عمره. نرحب فيه بالبداية بطلنا الصغير عبد الله هاني، حياك الله. بالبداية نبي نتعرف بداياتك في هذه اللعبة.
أنا الصراحة كنت مسجل حق كرة قدم، بس أبوي لقى صديقة بالبناد العربي سكواش، وبعدين قال مرة خلينا نجربها، وبعدين قالوا لي إن كان عندي شو اسمه تالنت شي. فأنت ابتديت فيها ومارست هذه اللعبة. إذن كلمنا بداياتك في هذه اللعبة، بما أن أنت اخترت هاللعبة، ما عندك مثلاً هوايات أو رياضات أخرى ولا بس هذه؟ عندي هذا كرة القدم، ألعب مرات سلة مع شو اسمه مع عائلتي، مرات أرسم بس. بس تميزت بهذه، هذه اللي حبيتها أكثر شيء. عبد الله خلنا نتعرف أكثر، شلون تنسق مثلاً بين دراستك، خصوصاً الحين تدري الوضع صار أونلاين ألف باء، شلون تنسق بين دراستك وبين التدريبات لما تيجي هني تلعب؟ سهل، لأن المدرسة تخلص الساعة 2 والنادي يبدأ الساعة 5 وشي شيء، فراح يكون وايد سهل حق يعني قادر انك تتنسق وتضبط الدنيا كلها. حلو، خلينا نتعرف اكثر من ناحيه بطولات، هل حضرت بطولات قادمه سابقه سوري او قادمه ان شاء الله راح تحضرها؟ ودي شو اسمه اروح حق البطوله اللي بمصر، ما ادري شنو كان اسمها، بس راح اشارك فيها ان شاء الله. هذه راح تشارك فيها ان شاء الله بالايام الجايه يعني؟ ايه ان شاء الله. يعتبر معسكر ولا بطوله كامله؟ لا لا بطوله. بطوله باذن الله ان شاء الله تفوز وتجيب المركز الاول ان شاء الله، وانت قدها وقدود. وبالنسبه حق البطولات السابقه؟ تو كنا لاعبين الفرديه، البطوله الفرديه التنشيطيه تحت الكويت، فزت الاول فيها تحت 13 ما شاء الله. ما شاركت اللي تحت 15 لان كنت شويه مريض وتعبان وبس. اوكي حلو. طبعا ان شاء الله يعني دائما احنا نقول هذه التجاوزات الصعبه الواحد يتحملها عشان يتشجع ويقدر انه هو يمارس اللعبه ويكمل فيها. لابد ان الواحد يواجه صعوبات وبعدين يستمر فيها. فشنو الصعوبات اللي واجهتك في هذه اللعبه؟ اكيد في صعوبات مثلا بداياتك او مثلا بالبطولات، خلينا نتعرف اكثر على هالموضوع. ايه بالبدايه حصلت عوار وايد قوي بايدي اليمين، وحسيت انه ما قدرت العب، بس لقيت علاج حقها، ف للحين قاعد تعاوني بس راحت شو اكثر بوايد الحمد لله. يمكن نقدر نقول انه مثلا كثر مسك المضرب. ايه انت وايد يعني تمارسها شكلك بكثره. انزين كلمنا تفاصيل اكثر عن هالهوايه اللي قاعدين نشوفها الحين اللي هي سكواش. طبعا هي من اكثر الالعاب اللي انت تحبها صح؟ ايه. انزين ليش دائما اشوف في فرق بين المضارب؟ يعني انا اذكر إنه كان في مضرب يختلف في الحجم الصغير أو الحجم الأكبر، أو هل هو في وزن يختلف عن الثاني؟ هو الوزن اللي تحت 125 حق الصغار، اللي 25 وفوق حق اللي أي حد، بس الأشكال وكذي هذا بس أنت شنو تفضل وكذي. يعني مثلا الواحد حاب إنه يختار الشكل الفلاني الشيء اللي هو حابه، مو شيء إلزامي يعني مثلا العمر المعين. لا كيف أنت أي وزن تاخذ؟ 125. 125 شيء جميل. شنو المضرب المحبب حقك أكثر شيء؟ التكنو فايبر الجديد. شو اسمه؟ التكنو فايبر. تكنو فايبر. إيش معنى هذا اخترته؟ عجبني احسن من دانلوب وكل الاشياء اللي جربتها. تحس انه هو اللي ترتاح له اكثر. ايه حلو. بالنسبه حق الملابس نقدر نقول الشوز، شنو الاشياء اللي تتميزون فيها في هذه اللعبه عشان تلبسونها تكون مخصصه حق هاللعبه؟ ايه هو الجوات لازم تكون بس حق الاشياء الاندور، لانه شويه صعب حق السكواش بالضبط. والملابس بس ملابس الرياضيه بس. بس ملابس الرياضيه. هل لازم شوز معين يعني تلبسونه مخصص حق السكواش؟ ايه لازم، بس هو السكواش والفولي بول هذه الاشياء اللعبات هو نفس الجوتي، لانه ما في فرق بين الارض. اوكي. زين انا دائما اسمع عبد الله ان في مثلا كره تختلف عن الثانيه، اللي اعتقد انتم عندكم كرتين صح؟ ايه. ولا مجموعه كور؟ لا هي كره واحده نلعب فيها عليها نقطتين، اللي مالت النقطتين هي اللي كل لاعبين العالم والبطولات يستخدمونها وكذي. اللي نقطه واحده هي تكون حق الصغار شيء حق الناس اللي سمعت ان السوداء والبيضة. البيضة حق ملعب الزجاج. يعني في معنى المعنى الكره السوداء والكره البيضاء. زين قلت الكره البيضاء حق شنو؟ حق الملعب الزجاج. ملعب الزجاج والسوداء حق الملعب العادي. شنو الاختلاف بينهم؟ ايش معنى يعني؟ بس انه هني ما تقدرون تشوفون الكره من الارض، هذا الارض اسود، هناك الارض عادي. تكون في ملاحظه اكثر. زين هل صارت عندك اصابات غير عوار الايد مثلا؟ اصابات سابقه تاذيت منها؟ لا بس الايد. شنو طموحك؟ شنو تتمنى عبد الله بعد غير هالهوايه او هالرياضه، بما ان انت توك بداياتك نقدر نقول في العمر؟
ودي انه بس شو اسمه افوز بطولات وبطولات وبس. متشوق ان انت متعطش هذا وانت صغير، متعطش انه يدش بطولات بطولات ما يبي يوقف ان شاء الله، ليش لا؟ ودائما نقول هذا هو الكويت، ان شاء الله تجيب دائما المركز الاول. كلمنا عن احساسك ومشاعرك بما ان انت الحين رايح ان شاء الله باذن الله ايام الجايه لبطوله في مصر، شنو مشاعرك واحساسك؟ مستانس، ودي افوزها وش اسمه احس ان عندي كان زين ان افوزها. ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا؟ قول يا رب، والواحد اذا يبي شيء راح يوصل له، صح ولا لا؟ كلمنا بتفاصيل من ناحيه اكلك، اهتمامك في التغذيه شلونها؟ اكل اي شيء، لان دائما يقولون عبد الله لازم الواحد يلتزم بالاكل علشان شنو؟ يقدر انه يمارس الرياضه بالشكل الصحيح، فانت لازم تحط ببالك هالشغله، لازم ان انت تركز بالاكل، صح؟ اي بس انا الكبات يقولون لازم اكل اكثر واكثر، بس صح لازم تاكل اكثر عشان تقدر تحاول، بس ما ادري ان شاء الله. وبالنسبه حق الرياضه، قاعد تلعب رياضه مثلا تسخين وكذي قبل الدش سكواش؟ اي بس يمكن اركض من الملعب واسخن اسوي استرتشات. حلو، من الداعم لك دائما يعني في هذه اللعبه ويشجعك؟ ابوي وش اسمه رفيجاني. الله يخلي لك ان شاء الله. طبعا استمتعنا معاك اليوم، ابي اسالك شنو حاب توجه مثلا كلمه اخيره حق المتابعين، حق الاطفال اللي قاعدين يتابعونك، شنو حاب تقول لهم؟ تمرنوا وفوزوا. تمرنوا؟ واذا عندكم هوايات مارسوها. مارسوها. طبعا لازم تستفيدون من عبد الله، ما شاء الله عليه متعطش في الالعاب، حاب انه يكمل في مشوار البطولات، والله يوفقه ان شاء الله. متابعينا اكيد استمتعنا مع لاعبنا وبطلنا الصغير عبد الله، الله يوفقه ان شاء الله. عندنا ضيوف، ما زلنا مستمرين. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى أيضا مع البطل واللاعب المتميز خالد الفارسي، نرحب فيك بالبداية. هلا والله، يعطيكم العافية على الاستضافة. الله يعافيك. بالبداية نبي نعرف بداياتك في هذه اللعبة، ايش معنى اخترت هاللعبة؟ والله أول شيء أنا أبوي يابني هاللعبة، ما كنت أعرف السكواش يعني، بس إنه شفتها ودشيت لعبت. أول شيء للأمانة ما عجبتني، بس لما دشيت شوية، دشيت سنة سنتين، خذيت بالامور وعجبتني اللعبه بعدها حبيتها. دائما يقولون ان الواحد مثل يكون مو داش مثلا هالهوايه مو لاقي فيها، لكن مع الاستمرار يكتشف انه هو قادر انه يتمكن فيها. اي عدل صحيح. بداياتك فيها كنت باي عمر؟ دشيت انا عمري 7 سنين. 7 سنين، الحين عمري 15 سنة، الحمد لله يعني تقريبا صار لي 8 سنين، يعني اخذت خبره كبيره فيها. اي الحمد لله. نقدر نقول ان انت اخترت مثلا هاللعبه بناء على كلام ابوك واستمريت فيها، لكن قبل او لقدام شنو انت هاوي من الرياضات، او هاو نقدر نقول لك خبره بالرياضات بعد؟ انا العب رياضات يعني اعرف العب كره قدم، وهم اعرف العب الريشه،
وبس ان السكواش ان ميولي لها اكثر. صارت ميولك فيها اكثر. أيه. ان انت صح. حابها خلاص. ايوه. كلمنا عن بطولاتك السابقه وايضا شعورك فيها. والله اقرب شيء بطوله الخليج هذه، خذيت أيه. الثالث تحت 19 بالفردي والثاني تحت 17 بالفرق. ورحت بعد سلوفينيا خذيت الثالث هذه بروحي. خذيت فيها الثالث. وهم هالسنه بعد رحنا مصر وصلت دور 16 بس للاسف الله ما وفقني. شنو الاسباب كانت؟ والله حق مصر احنا تجهيزنا كان مو وايد، يعني تقريبا جهزنا شهر او الا شوي، فرحنا يعني كانت كنا موقفين تقريبا سنتين. وبس زين يعني قدمنا مستويات زينه الحمد لله. اكيد دائما يعني نقول ان الواحد حتى لو مثلا حاشته صعوبات بعدها يبذل مجهود اكيد راح يجيب الافضل والاحسن، خصوصا انه تعبك ما راح يروح هدر. اي صح. اي وبالنسبه حق البطولات القادمه كلمنا عنها اكثر. والله في بطولات قادمه ان شاء الله السنه الجايه اكيد يعني مع المنتخب، وهم انا احاول يعني اذا المنتخب مثلا ما يروح انا اروح بروحي ما اوقف مثلا. وعشان كذي يعني في مثلا بالتشيك شهر واحد في بعد بطولات وايد. فان شاء الله في عن البي اس اي بعد في الجونيور ان شاء الله ما نوقف يعني. ان شاء الله ما توقفون باذن الله، اكيد يعني توصلون حتى حق المراكز اللي انتم حابينها باذن الله. بالنسبه حق الدراسه والتوازن بين الدراسه ونقدر نقول خصوصا عمرك 15 يعني اكيد تعتبر بعشرة و11، شلون توازن بين الدراسه مثلا وبين الهوايه الرياضيه السكواش؟ والله شيء صعب يعني الحين الحمد لله انه في يوم وترك، بس انه لما يكون اليوم في مدرسه اقوم انا مثلا 7:30 اروح المدرسه ارد ما يكون عندي وقت، فاتغدى واروح بعدين ارد ادرس اسبح وانام، فالوقت يكون قصير ما اقدر اركز على الدراسه وايد ولا اقدر اركز على النادي وايد، فلازم احط وقت حق الدراسه شويه والنادي وايد، ما اقدر كل شيء حق الدراسه او كل شيء حق النادي. فبعد مثل ما انت قلتي ان انا الحين ب 11 فمرحله وايد صعبه. لا ان شاء الله تقدر انت تركز فيها، واهم شيء دائما احنا نبي الدرجات العاليه ايضا في الشهاده، الاهميه الشهاده والرياضه لاحق عليها خصوصا انت صغير في العمر، لكن لابد من الاخر انت تقدر انك توازن، صح ولا لا؟ صح طبعا. من ناحيه الاكل نقدر نقول الرياضه، دائما يقولون الواحد مثلا عنده هوايه معينه قاعد يلعبها الرياضه، وفي هوايات مثلا كرة القدم، الجري، الجمباز، العاب القوى، اي رياضه كانت، اي رياضه كانت لازم تمارس قبلها رياضة، هل هالشيء صحيح؟ يقولون يعني مثلا رياضة انت الحين هاوي سكواش صح؟ صح. 20% هي السكواش، باقي بالمية هي الرياضة، هل هالشيء صحيح؟ لا مو صحيح 100% يعني، بس انه لازم انه يكون في قبلها رياضة، مثلا الفتنس اللي هي اللياقة البدنية حق السكواش، لأن أي. ما صعب تدشين تلعبين سكواش وانت لياقتك مو زينة. أي. يعني عندنا هني بالمنتخب كابتن أحمد السيد باللياقة طلعنا اوكي. فاحنا قبلها يكون عندنا تمرين عصر سكواش، بعدها يصير في فتنس. بعد الفتنس ان كل يوم على هالروتين، بعض المرات نتمرن صبح وعصر، صبح سكواش وفتنس والعصر سكواش. عشان كذي يعني نزيد اللياقة بشكل اسرع. خالد يعني انا قاعد اشوف ان مثلا لعبة السكواش فيها صعوبة، خصوصا مكان مربع مغلق بس قاعد تركضون تلعبون وانتم تدافع مثلا بالمضرب، هالشيء هم يحتاج لياقه اكيد. اي صح، والسكواش بعد يبي لها انك ما تكونين تركضين بس تركضين. أي. لازم تحفظين الملعب يعني توصلين مثلا حق هالكره بخطوتين، ما يحتاج ان تروحين بسرعه. فعشان كذي ما تتعبين. أي. فلازم تركزين على هالامور يعني اللي هو بالفوت وورك. اها، ودائما يقولون حتى الشوزات بعد لازم في شوزات معينه عشان الواحد اذا بيلعب، هل هالشيء صحيح؟ اي صحيح، بعد عشان تكون الارضيه لازم حق الصاله عشان ما تزلق اللاعب. بالنسبه حق الكره السوداء والكره البيضاء شنو معناها؟ انا قبل شوي قال لي كره سوداء تنفع حق البيضة، اعتقد تنفع حق الاماكن السوداء شيء كذي اللي فهمته. اي البيضة اللي هي غالبا تكون حق ملعب الزجاج، لان أي. مثل ما انت شايف الارض سوداء. اي فالكره ما تبين اذا لعبتي بالسوداء. فيلعبون بالكره البيضاء عشان تكون واضحه. والسوداء؟ السوداء حق الملاعب العاديه لان الارض تكون بيج. فتكون واضحه الكره السوداء. كلمنا عن شعورك من ناحيه المنافسه لما انت تسافر خارج دول الخارجيه غير الكويت وتروح تنافس ابطال، فشنو شعورك؟ كلمنا عن هالشعور خصوصا لما واجهت
بعض الأبطال أن لهم مثلاً تدرجات كبيرة من البطولات. صح، هو شعور حلو بعد لما أنت تفوزين على واحد كان يلعب بطولات أكثر منك فتستانسين. فشي فيكون الحماس عالي إن أبي أروح أبي أفوز. وهم يعني إذا الله ما وفقنا نكون استفدنا وايد. أخذت خبرة. عدل. صحيح، أنا معك بهالشغلة، حتى لو مثلاً أنت خسرت مهمة كنت رايحها في هواية، هواية السكواش، أكيد بالآخر حتى لو ما نقول فشلت، نقول إن أنت ما خذيت المركز اللي أنت كنت متوقع، بس أخذت الخبرة. أي عدل هالشيء. هل المعسكرات قاعد تستفيد منها؟ وشنو المعسكرات اللي أنت مثلاً رحتوا لها؟ طبعاً المعسكرات هو شيء شبه أساسي، يكون تلعبين مع لاعبين أحسن منك، تاخذين منهم خبرة، وهم الفتنس بعد اللي هو اللياقة. فلازم غالباً إذا بروح معسكر نروح مصر، إن مصر يعني اللاعبين هناك لاعبين عالميين. فنروح هناك فتنس ونلعب مع اللاعبين هذي. ما في شيء عالمي، أنتوا قادرين أكيد. إن شاء الله يعني. إن شاء الله عاد مسوين تجهيزات خاصة مثلاً عشان بتروحون حق هالبطولة. اي طبعا، احنا اذا في بطوله قبلها مثل ما قلت لك انه ناخذ وقت نتمرن فيه لياقه. شنو هي التجهيزات؟ انه يكون تمرين الصبح وعصر، اللي هو نتمرن سكواش ولياقه بدنيه عشان نكون جاهزين يعني حق البطوله. هل انت لك قدوه معينه حق بطل معين في لعبه السكواش حاب ان انت توصل حق مركزه؟ دائما نشوف انه مثلا والله انا عندي الهوايه الفلانيه بس قدوتي البطل الفلاني، هل انت عندك بطل معين عالميا ولا محليا؟ نبي العالميين ومحليا طبعا. محليا طبعا عبدالله المزيني. عبدالله المزيني هذا اسطور. حلو. عالميا رامي عاشور. رامي عاشور، تشوف ان هذول قدوتك يعني بالسكواش؟ طبعا. من الداعمين لك دائما يعني يدعمونك يشجعونك في هذه الهوايه؟ والله عندي ابوي يعني رقم واحد بهالموضوع خاصه بالرياضه، وعندي الكباتن بعد، الكباتن ما يقصرون معي، وهم ربعي يساعدوني في الموضوع. يعطيك العافية والله، بالعكس يعني نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في البطولات القادمة. شنو طموحك القادم؟ إن شاء الله يعني إحنا كل ما شاركنا نستفيد أكثر، ونطمح يعني حق عالميا يعني. إن شاء الله، وهم مهتمة بأكلك، هذا أهم شيء، لأن يعطيك تركيز عالي. إن شاء الله. طبعا أنت شايف لعبة السكواش، هل هي من أساسياتها التركيز بعد؟ طبعا، بدون تركيز تنتهين بالملعب. بس والإصابات شلون عليها؟ إصابات والله كثيرة يعني، خاصة لأن تفتحين وايد، فالإصابات وايد. وايد، شلون تتحاشى هالإصابات؟ بالتسخين. بالتسخين. التسخين قبل المباراة يكون لازم عدل. بعد أحسن يكون مع واحد مختص. هالشيء عشان تتجنبين هالأمور. أحلى مثلاً منافسة مرت عليك لهذكرى؟ والله سلوفينيا. سلوفينيا لأني كنت رايح بروحي، بروحي بشارك بدون المنتخب، فكانت أول مرة بحياتي وشيء عجيب. شنو الشعور؟ خذيت الثالث فيها بعد. شيء حلو ترى. وايد وناسة. يعطيك العافية، شنو حاب توجه رسالة أخيرة حق المشاهدين؟ الله يعافيك، وجابلوا رياضتكم يعني هذا شيء أساسي يومكم المفروض يكون. وإحنا بعد هم نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المراحل القادمة. ونقول هذا هو الكويتي، ونحتاج الميدالية الذهبية بإذن الله، وانت قدها وقدود إن شاء الله. يعطيك العافية على الاستضافة. الله يعافيك خالد بطلنا المتميز. مشاهدينا أكيد استمتعنا اليوم مع أبطالنا، وكان ضيفنا الأخير خالد، يعطيه العافية، وإن شاء الله نلتقي فيكم في الأيام الأخرى. وفي الختام مشاهدينا أكيد استمتعنا اليوم، وأيضاً أنتم استمتعتوا في فقرتنا مع الأبطال المتميزين، وإن شاء الله دائماً نجدد لكم وننوع لكم بالطاقات الشبابية الجميلة. طبعاً نلتقي معاكم في حلقات أخرى، والحين نقول لكم مع السلامة.